وقصارى ذاك النزول صعود فقضى والقلوب منهم تلظى بضرام وما أبيح الورود الصعيد ثلاثا يا بنفسي ماذا يقل الصعيد فوقه لو درى هياكل قدس هو للحشر فيهم محسود تربة تعكف الملائك فيها فركوع لهم بها وسجود كل الفخر من دينا المليك
العاقبة للمتقين، وعلى ظالم أهل البيت لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لتعجيل فرج صاحب العصر الزمان، قضاء لحوائجكم، شفاء لمرضاكم، والفرج عن المؤمنين، بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. تشريف من الله سبحانه وتعالى لفئة من الناس، من هنا للتبعيد. الآية تتحدث عن مطلق المؤمنين، المؤمن آمن بالله سبحانه وتعالى وبوحدانيته، وشهد أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه صاحب الرسالة، وصام وصلى وحج بيت الله الحرام مع الاستطاعة، وأدى حقوق الله سبحانه وتعالى. يشرف الله سبحانه وتعالى هذا العبد بأنه يكون مؤمنا. ولكن فضل بعض الرجال على الآخرين. صحيح أنهم الكل آمنوا بالله سبحانه وتعالى، ولكن للإيمان درجات وللإيمان طبقات. فعندما نذكر مثلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، ونذكر التابعين ممن تبعوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، أو نذكر مثلا أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الذي وصلوا إلى علم المنايا والبلايا لقربهم من علي بن أبي طالب عليه السلام. أكو بعض المؤمنين من أصحاب علي وصلوا إلى علم المنايا والبلايا، فهؤلاء مرتبة خاصة، درجة عالية، يعني يقدمهم الله سبحانه وتعالى على غيرهم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أكو درجات عند الله سبحانه وتعالى في التحديد، الكل مؤمن. ولكن الآية تقول من المؤمنين رجال صدقوا، تبعض. يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أن هذه الآية ذكرت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وحمزة بن عبد المطلب، وعبيدة، يعني هؤلاء الذين ثبتوا في يوم أحد. فعندما نتحدث عن إيمان الرجال مطلقا، يعني أن فلان مؤمن وفلان مؤمن، ولكن تنقصه درجات، ينقصه مواضع من مواضع الإيمان. تلاحظه مثلا يصلي ويصوم ويقضي الواجبات وما أوجب الله سبحانه وتعالى، لكنه لا يصبر عند البلاء، يعني عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، يعني ما عنده ثبات، ما يستطيع أن يثبت مثلا ذاك البعيد عند المصيبة. عند الابتلاء تلاحظ عند هذا الإنسان عند نواقص، عند تراجع، عند تخاذل مع الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يعرف من هؤلاء الخاصة الذين خصهم الله سبحانه وتعالى بالذكر. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول شملت علي بن أبي طالب، وانظر مواقف علي غني عن التعريف،
حمزة بن عبد المطلب وثباته في الدفاع عن رسول الله، في الدفاع عن الدين، في الدفاع عن القرآن، في الدفاع عن العقيدة عند الابتلاء. امتحن هذا الرجل فنجح في الامتحان، فنال درجات من الله سبحانه وتعالى أن جعله الله سيد الشهداء، فنال هذه المرتبة وهذه الكرامة من الله سبحانه وتعالى. من المؤمنين رجال صدقوا. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أيضا لا يفرط في المؤمنين، ما يفرط في المؤمنين. مر عليه في يوم من الأيام أو جاءه نفر من قريش فقالوا يا رسول الله إنا نحب أن نجالسك ونسمع القرآن من لسانك، يعني ترتل إلينا القرآن ونريد أن نستمع إلى ما ذكرت يا رسول الله من القرآن، ولكن بشرط ألا يكون أحد من أصحابك بيننا. ما نريد هذين الجماعة. قال لهم النبي صلى الله عليه وآله لا غنى لي عن هؤلاء، يعني هذين أصحابي الخلص الذين أخلصوا آل رسول الله صلى الله عليه وآله. اليوم النبي الأكرم يقول يلا أنتم قوموا ما لي حاجة فيكم، ها جاء نفر من قريش رايح أقرأ عليهم القرآن. ليس بهذه الصورة، يعني واحد مثل سلمان المحمد في يوم من الأيام جالسين بعض الصحابة يتناسبون، كل واحد يفتخر بنسبه وبأصله عربيته أو ما شابه ذلك، لعلهم اتفقوا بعض الأصحاب قالوا نريد أن نخجل سلمان لأنه كان نصرانيا أو مسيحيا ولم يكن عربيا، أصل فارسي ثم جاء إلى الإسلام وما عنده نسب، وإن كان له نسب كان له أبوين مثلا فمات على النصرانية، واليوم إحنا نفتخر بأنسابنا وخصوصا صلتنا بالعرب. فكل واحد ذكر نسبه وذكر مكانته وذكر شنو مواقفه، ولعلي سبحان الله هذين شلون يعني يذكرون إليهم مواقف وصلوا 40 و50 سنة وهم يعبدون الأصنام، وبعدين يريد يجون عليهم مقام عند الله سبحانه وتعالى أو بين الناس. لما وصل الدور إلى سلمان قالوا له يا سلمان أنت ابن من؟ قال أنا ابن الإسلام. من أبوك يا سلمان؟ قال عبد الله أبو رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك المقام الذي ناله سلمان المحمدي قال فيه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله سلمان منا أهل البيت، يعني أي مرتبة اللي وصل إليها هذا الإنسان، آمن برسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يراه، قبل لا يشوف رسول الله صلى الله عليه وآله آمن به. وإذا ينال المرتبة العاشرة كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه من الإيمان من المؤمنين رجال صدق ما عاهدوا الله عليه. هذين كان عندهم عهد مع الله سبحانه وتعالى. اليوم احنا كم مرة نعاهد الله ان نريد نثبت على ما نحن عليه من عبادتك يا رب ونتراجع. اتحدث عن نفسي، انا يكون عندي تراجع، كم مرة في اليوم اقول لله سبحانه وتعالى يا رب اياك نعبد واياك نستعين، أقول إلى الله أنا أعبدك يا رب، ولكن انظر إلى عبادتي، صلاتي فيها الرياء، مواقفي فيها النفاق، أعمالي خطواتي تأخذني إلى غير رضا الله سبحانه وتعالى، مواقفي تأخذني إلى غير الجادة. بهذه الصورة أي عبادة لله سبحانه وتعالى، يعني متى أكون صادقا مع الله سبحانه في عبادتي له؟ أحتاج إلى وفاء، يعني نقرأ في الدعاء مثلا اللهم أعني على نفسي كما أعنت عبادك الصالحين على أنفسهم،
لكن أنا ما أوفي، أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينني على نفسي، ولكن ما أتحرك، ما أجد، ما أثابر، ما أتقدم إلى الأمام، وين أحصل استجابة الدعاء مثلا؟ هذا من جانب. جانب آخر أنه توجد عقبات في طريقي ويا الله سبحانه وتعالى. يقول العلماء فاجعل من العقبات، السيد دستغيب رحمة الله عليه يقول فاجعل من العقبات عتبات ورقة إلى الله سبحانه وتعالى. شلون أنا أخلي العقبات عتبات؟ ما هي العقبات؟ خلنا نشوف أمير المؤمنين سلام الله عليه ماذا يقول في فقرات دعاكم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، أي اللي تخلي حاجز بيني وبينك يا رب. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. كيف أجعل هذه العقبات اللي بيني وبين الله، الحاجب الموجود بيني وبين الله أزيحة حتى أكون قريبا من الله سبحانه وتعالى بهذا؟ فأكون أخذ عهد لي الله سبحانه وتعالى أني سأكون قريبا، أني سأعبدك، أني سأصدقك في عبادتي، وأكون قريبا من الله. اللهم أعني على نفسي كما أعنت عبادك الصالحين على أنفسهم. أنا أشوف الناس المؤمنين، أشوف الناس المخلصين الموجودين، يذكرني هذا العمل العفو بشغلة في يوم من الأيام. واحد يقولون لفلان أنت لا تصلي خلف فلان. قال هل فلان يصلي صلاة الصبح أو لا؟ قال لو ما موجود مجال يمكن أنه يصلي صلاة الصبح. قال لا، إن المسجد الذي يصلي فيه الظهرين يصلي فيه العشاءين فارغ في وقت صلاة الصبح، لماذا لا يحضر إلى صلاة الصبح هذا الإنسان حتى أصلي معه؟ يعني يريد ملك موجود يأتي. ولذلك الاطمئنان إلى موضوع إمامة الجماعة وما شابه ذلك محتاجين إلى أن يكون اطمئنان تام. هذا الرجال رايح يتحمل المسؤولية التامة عني في صلاتي أو في أحد واجبات الصلاة وهي القراءة على كل حال. فالإنسان لابد أن يكون ويا الله سبحانه وتعالى في كل المواقف. اليوم الواحد لما يعتذر أنا ما أقدر أروح مثلا المسجد صلاة الصبح، عندك عذر يمنعك مثلا من ذهابك إلى المسجد؟ لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. اليوم كل جيران إلى المساجد، لكن صلاتنا في البيوت وما أدري بتنصلي بعد. لو طالع برنامجي أنا، برنامجي أنا صلاة الصبح الساعة 8 وما شابه ذلك وهكذا. إذا كانت هذه البرنامج في حياة الإنسان، ثم أنه يأخذ عهدا مع الله، إياك نعبد وإياك نستعين. يقول بأنه يعبد الله سبحانه وتعالى ويطلب العون من الله. هذا واقعا لا يجد العون من الله، لأن الإنسان ما قاعد يبادر بنفسه للعمل الصالحات. من المؤمنين رجال صدقوا. الله سبحانه وتعالى يشرف مجموعة من المؤمنين ويخصهم بهذا التشريف وهذا الوصف أنهم صدقوا مع الله سبحانه وتعالى فيما عاهدوا الله عليه. أنت اليوم لما تأخذ عهد ويا الله يعني ما تتراجع، ويا الله ما تقدر، ويا الله ما تفتك، ويا الله نعم يكون عهدك صادقا وأن تفي بوعدك. أذكر في هذا المجال أتخطر حادثة حدثت في أيام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، حتى شلون يعني نعرف على أن الواحد شنو النفسية يحملها هذا الإنسان حتى يكون صادق مع الله سبحانه وتعالى وينال التشريف من قبل الله. رحم الله والديك وسلم صلوات الله صلى على محمد.
ينال التشريف هذا بأعماله الصالحة. في يوم من الأيام جاء ثلاثة نفر يتعتعون برجل إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. قالوا يا أبا الحسن، إن هذا الرجل قتل أبانا، قتل أبونا، هل أنت قتلت يا فلان؟ قال بلى قتلته. يقام عليك الحد، العين بالعين، النفس بالنفس، والسن بالسن، القصاص لازم يقام عليك. قال إني أعترف يا أمير المؤمنين بأني قتلت أباه، وهل هناك من يحكم بالقرآن منك يا علي؟ أنت الحاكم وأنت المتشرع وأنت القاضي، فهذا حكم الله، وما أقدر أن أرفض حكم الله، وفضلا أنه منك يا أمير المؤمنين. ولكن يا أبا الحسن، لقد خلف أبي كنزا، وعندي إخوة صغار، وكان في وصيته أوصاني بأن أعطيهم من الكنز الموجود، ولا يعرفون عن موضع، ما يدرون وين محطوط هذا الكنز. فأمهلني ثلاثة أيام حتى أمضي إلى أهلي وأودعهم وأخبرهم بتركة والدي أي الكنز الموجود. قال له: هل هناك من يكفر؟ عندك ضامن؟ أخذ طالع في المجلس فوجد أبا ذر الغفاري، فأشار إلى أبي ذر، قال: ذاك يكفلني. التفت إلى أبي ذر: اتكفل، تضمن الرجل يا أبا ذر؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين. بعد الضامن موجود، الكافي الموجود، التفت إلى الرجل قال: اذهب إلى أهلك. التفت أمير المؤمنين إلى أبي ذر، قال: يا أبا ذر، هذا الرجال رايح يقام عليه الحد ويقتل، فكيف كفلت؟ شلون ضمنت يا أبا ذر؟ قال: أخشى أن يقول الناس ذهب المعروف من الناس. يقول المعروف، التسامح، الخدمة للآخرين، تقديم العون، المبادرة للخير، مساعدة الآخرين، الإيثار الموجود في المجتمع. يقول أبو ذر: يا أمير المؤمنين، أخاف أن يقول الناس ذهب المعروف من الناس. ما في أحد مثلا يضمن ولا يكفل ولا يبذل ولا يؤثر غيره مثلا على عمل معين. نعم، فذهب ذلك الرجل، راح اليوم الأول وماجر، راح اليوم الثاني وكذلك ماجر، وصل إلى وقت الغروب من اليوم الثالث ولم يأتي ذلك الرجل، حتى نزل نصف قرص الشمس، وإذا بذلك الرجل يأتي يسحب أذياله ومثل بين يدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. التفتوا للحاضرين، كذلك التفت لأمير المؤمنين: أجئت برجلك للموت؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين، أخشى أن يقول الناس ذهب الوفاء من الناس. والواحد خصوصا العهد والوفاء ويا الله سبحانه وتعالى، خصوصا قاعد هذا الرجال يتعامل ويا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، أخشى أن يقول الناس ذهب الوفاء من الناس. أولاد المقتول قاعدين، قالوا: يا أبا الحسن، لقد عفونا عنها. عجيب عجيب، مدرسة يعني بيت علي بن أبي طالب، بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه، تربية، حضرة أمير المؤمنين سلام الله عليه تربي النفوس،
واحنا ناخذ ونتعلم من علي بن ابي طالب سلام الله عليه. هذا اللي يدلنا على الخير، اللي يوصلنا الى بر الامان. لو اتبعت الامه علي بن ابي طالب عليه السلام لاخذهم على المحجه البيضاء، ولو ان امه محمد صلى الله عليه واله اتبعت امير المؤمنين في هديه لما خلقت النار لامه محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالوا يا أمير المؤمنين عفونا عنه. ليش؟ قالوا نخشى أن يقول الناس ذهب العفو من الناس. لكن اليوم يمكن تخاصمني سنة لأن ضربت سيارتك، تهاوش ولدي وولدك خصام عائلة سنة، أغلط عليك يوم من الأيام وجيت أقول لك اسمح لي، قلت لي روح دور ربعك ولا أبغي أشوف وجهك. موجود ترى بهالصورة. إيه ما أدري ذكرت هاي الرواية البارحة وش أخاف أكررها. يعني الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبات وفي قلبه ضغينة على أحد. نكتة سوداء في قلبك على الآخرين، ما في. زهراء سلام الله عليها تدعو لجيرانها، تدعو لمن ظلمها، تدعو لغير شيعتها: يا فاطمة ما تدعين إلى نفسك؟ قالت هذا دعائي. الله سبحانه وتعالى يعوضني بالأمر الآخر ما موجود. وإذا اختلاف بين أخوة في البيت وسنة وسنتين وثلاثة وأربعة وخمس ما عندهم تراجع على شنو؟ وش صاير؟ مساحة أقل غرفة واحدة، وش استفيد منها أنت؟ عوائل مجتمع يتفرقون على أحساب هذه. يقول ذهب العفو عن الناس. إيه معذرة، أعرف أخوة اثنين افترقوا على أحساب يمكن معدل فوت واحد، يعني قدم قدم ونص، والطول يمكن 20-14 سنة ما يتحاشون، ومات واحد منهم والثاني راحوا له قالوا له شو اخبار اخوك؟ قال رحمه الله، قال اختلفتون على حساب هذه الشاب على حساب قدم نص فأرض، وراح وانت ما تحاكي 15-14 سنة الصورة الحياة. فقالوا عفونا عنه يا أبا الحسن. قال ولم؟ قالوا نخشى أن يقول الناس ذهب العفو من الناس، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يعني هناك من المؤمنين من ذهبوا إلى مرضات الله، ذهبوا إلى سعادتهم، ذهبوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، نعم ذهبوا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. وهناك من انتهج منهجهم ويسير على طريقهم ينتظر هذا الأمر أمامه، فلا يخرج من دار الدنيا إلا ما خرج عليه ساداته، إلا ما خرج عليه أولياء الله الذين رضي الله عنهم وخصهم في هذه الآية الكريمة. وهناك من المؤمنين الكثير. نذكر حادثة كما يقول الشيخ الدكتور الوائلي رحمة الله عليه، وهذه الآية أيضا تحمل في طياتها ما كان يحمله أصحاب الحسين سلام الله عليه. يقول الإمام الصادق عليه السلام في الآية الأخيرة:
من سورة والفجر التي تقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يقول الإمام سلام الله عليه وقد خصت أصحاب الحسين سلام الله عليه لما يحملون من نفوس زكية وما يحملون من نفوس طاهرة، فتح كشف لهم الحسين عن أبصارهم: هذه قصوركم في الجنة، أنتم في حل من بيعتي، روح بعد مراتبكم على ما كانت عليه. لكنهم لم يتزحزحوا. ولذلك يقول الإمام الصادق: إن أصحاب جدي الحسين يحملون نفوسا مطمئنة لله سبحانه وتعالى. نأخذ مثال واحد: قيس بن مسهر الصيداوي، هذا سفير للحسين سلام الله عليه، يعني صاحب البريد. لما خرج مسلم بن عقيل من مكة المكرمة في منتصف شهر رمضان سنة 60، كان برفقته قيس بن مسهر الصيداوي يحملون الكتاب والرسائل إلى أهل الكوفة. وصلوا الكوفة، بايع الناس مسلم بن عقيل. لما استتب له الأمر كما ذكرنا البارحة 18,000 اللي بايعوا، فرح مسلم بن عقيل بهذا الأمر، كتب كتابا أعطاه إلى قيس بن مسهر الصيداوي: خذه إلى حسين أخبر شنو صاير. إجا قيس بن مسهر قعد ويا الحسين عليه السلام أياما. احتاج الإمام الحسين إلى رسم بعض الخطط العملية والتدريبية داخل الكوفة. رجالات الكوفة المؤمنين موجودين، أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، أصحاب الإمام الحسن الحسين موجودين في الكوفة. بعض الشخصيات المعروفة المرموقة إنهم يعرفون مثلا بشخصية قيادية أو ما شابه ذلك، يعتمد عليهم الحسين سلام الله عليه في ذلك الظرف. فكتب كتابا إلى أهل الكوفة، إلى بعض رجالاتها، وسلمه إلى قيس بن مسهر الصيداوي، قال: توديه إلى مسلم بن عقيل، وإلى بعض الشخصيات كمسلم بن عوسج وحبيب بن مظاهر وغيرها بن عروة. على كل حال، نعم، إجا هذا قيس بن مسهر الصيداوي، وصل إلى الكوفة عند القادسية، وإذا اتطوقت المدينة، كل مدخل من مداخلها موجود العتاد، وموجود الشرطة، موجود المفتشين، وموجود كذا، يمنع دخول الكوفة إلا أن يعرف أنه من أهلها ويفتش أيضا، شوفوا شنو عنده وش يعمل وش كذا، ويتعرفون على انتماءاته، هل هو من أصحاب الحسين أو من أصحاب غيره. يريدون يعرفون قيس بن مسهر الصيداوي يعرف بإيمانه وولائه لأهل البيت عليهم السلام. قالوا لعملية التفتيش، قال: تفضلوا، وجدوا كتاب الحسين عليه السلام. ايش سوى في هذا الرجل؟ أخذ كتاب الحسين سلام الله عليه ومزقه، وبعد قال: وضعه في فيه ولاك وابتلعه حتى لا يجدون أثرا لكتاب الحسين سلام الله عليه. لاحظ الأمانة، محافظة على السر، محافظة على أسرار الحسين. هذا موضوع بعينه. اليوم لابد أن تكون الأسرار في خزائن لا يعرف عنها أحد. الشباب ما يكون مثلا عنده سر في أمر معين لا يفضيه إلى غيره، قال: لا حبيبي، ترى سرك في بير آمن، لا تخاف، لا تخاف، سرك في بير، وش صاير بينك وبين فلان؟ قال: رحم الله والديك، هذا سر بيني وبينه وما أريد أخبر. قال: لا، ترى أطمئن، إذا علمتني وإيش رايك يصير، أنا بخلي ترى سرك في بير مخزون، أحطه في الصندوق وأضرب القفل عليه. يقول: لا، صارت قضية بيني وبين فلان كذا وكذا وكذا، شوي اللي على الواتس أب في الجروبات وإيش صاير. وهذا اللي احنا
مخرب أشغال واجد عندنا، محتاجين إلى أن تكون أعمالنا سرية، أعمالنا مجتهدين إليها. أخذ قيس بن مسهر الصيداوي كتاب الحسين، مزقه ووضعه في فيه ولاكه وابتلعه. قالوا لما فعلت هذا؟ قال الكتاب ليس لكم. ليش ما عطيتنا اياه نشوف شنو فيه؟ قال لا، لا اريد ان تعلموا وتعرفوا ما فيه. قالوا لمن هذا الكتاب؟ قال لاشخاص كتبهم الحسين ولا اعرف من كتب. اخذوا مربط الحبال، جاءوا به الى عبيد الله بن زياد، احضره المجلس، فكوا الوثاق منه، قال له اصعد المنبر ونل من الحسين عليه السلام. ولا صعد المنبر واشتم الحسين سلام الله عليه، ما يرضى هذا يشتم الحسين. طبعا عبيد الله بن زياد قال كلمات يعني لا احب ان اذكرها على منبر يشير بها الى الحسين سلام الله عليه. ثم صعد قيس بن مسهر الصيداوي الى المنبر وذكر معاوية ويزيد وعبيد الله بن زياد وذكرهم باللعن، وقال لقد خلفت الحسين بن علي بن فاطمة بنت رسول الله عند الحاجز فاستقبلوه وبايعوه. ثم أعاد اللعن على عبيد الله بن زياد. انقلب المجلس، التفت عبيد الله بن زياد إلى جلاوزته، قال اضربوه كتافا وخذوه إلى أعلى القصر وضربوا عنقه وارموا بجسده ورأسه. وكتفوا ذلك الرجل المؤمن الصالح وأخذوه إلى أعلى القصر وضربوا عنقه ورموا بجسده إلى الأرض. هكذا صبر أولياء الله، صبر أصحاب الحسين سلام الله عليه. لما وصل الخبر إلى الحسين عليه السلام قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اليوم تحدثنا عن مسلم ابن عقيل لما سمع الحسين عليه السلام أيضا خبر مسلم ابن عقيل حولق واسترجع وقال من المؤمنين رجال صدقوا. يدخل به على عبيد الله بن زياد فيسلم سلام العامة، يعني داخل على جماعة فسلم. قالوا لم لا تسلم على عبيد الله ابن زياد بإمرة المؤمنين؟ قال أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير. قال ابن زياد سلمت أم لم تسلم؟ فإنك مقتول. التفت إلى بكر بن حمران قال خذه إلى أعلى القصر. الناس عرفوا أن مسلم ابن عقيل أدخل به على عبيد الله ابن زياد. تجمهر الكثير من الناس حول ذلك القصر ينتظرون شنو القرار اللي يصدر في حق مسلم. نعم، فأخذ بكر بن حمران مسلم ابن عقيل رضوان الله عليه وجاء به إلى سطح الدار، إلى سطح ذلك القصر. قال أمهلني أصلي ركعتين، إذا أردت أن تضرب عنقي. قال له صل إن نفعتك الصلاة. اتجه إلى القبلة وصلى مسلم ركعتين، ثم اتجه ناحية الحجاز مسلما على الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله. يقول البعض كنا في منطقة في القادسية أو عند الحاجز وإذا نسمع الحسين عليه السلام يقول وعليك السلام يا ابن العم يا مسلم ابن عقيل، ذكر من المؤمنين رجال صدقوا. يعني الخبر عند الحسين سلام الله عليه. نعم، أم أتم الركعتين وسلم على الحسين، رفع ذلك الشقي سيفه وضرب عنقه وعزل رأسه عن جسده.
والناس في الخارج ينتظرون أمر مسلم، وإذا برأسه وجسده يتدحرج من أعلى القصر. رحم الله من نادى ومسلما وسيدا ولسان الحال يحسن أنا مقتول ردنا تجر خانتها للكوفة عقب ما بايعها وللفاجر ابن زياد كلهم سلم أصحاب أهل بيت يسألون أبا عبد الله ما أخبار مسلم بن عقيل؟ إحنا ترى قريب نوصل إلى العراق ولعله إلى مشارف الكوفة، لكن شنو أخبار مسلم بن عقيل؟ زينب من جانب، النساء من جانب، هاي يسألون يريدون يطمئنون على هذا الرجل. رجلان يخرجان من الكوفة يناديهم الحسين سلام الله عليه، ما أخبار الكوفة وأهلها؟ قالوا يا أبا عبد الله ما خرجنا من الكوفة إلا مسلم بن عقيل وآله بن عروة يقعدون في الأسواق ويجرون بالحبال. بكى الحسين ترحم عليهم حول قيسترجع، نعم، وكان في فسطاطه خيمة لاستقبال الضيوف أو الاجتماع عند الحسين، جلس فيها نادى على أخته زينب سلام الله عليها، أخبرها بشهادة مسلم بن عقيل وما جرى عليه، ثم قال لها أخي زينب أحضري لليتيمة مسلم، جيب هذه اليتيمة. وإذا بزينب سلام الله عليها تسحب أديالها بحميدة بنت مسلم، وإذا يحضنها الحسين عليه السلام يضمها إلى صدره. الحسين يصير خالة لأن أمها رقية بنت أمير المؤمنين زوجة مسلم بن عقيل. نعم، أجلسها الحسين في حجره، أخذ يده وضعها على رأسها ومر بها عليها. هذه بنية وصغيرة لكن من بيت عيل ومعرفة، رفعت رأسها فتحت عينها في وجه خالها الحسين، يقول لها خالي يا حسين ما جت اخبار عن ابويا طول غيبته، صارت السفرة طويلة وللحين ما خبرتوني عن ابي. قال لي ابني حميدة انا ابوك وبناتي اخواتك. ولا زال الحسين يمر بكفه على رأسها، رفعت رأسها خالي أبا عبد الله تمسح على رأسها
العين همال جن يتيم الكافي الله من الأحوال ما عودتني بالفعل من قبل يا خال خليت عبراتي على خدي جرية بمسحك على راسي تركت القلب ذايب وهادي خالي من على مسلم بن عقيل. ولذلك لما عزم على الرحيل ومقاتلة الأعداء توجه إلى طوعة تلك المرأة المؤمنة قال لها يا طوعة بعد أيام سيأتي صبي الحسين عليه السلام يقول وكان من بين أطفال الحسين طفلة إلى مسلم اسمها حميدة فإذا رأيتيها فقبليها عني وأبلغيها السلام. يقول قتل الحسين جاءوا بالسيف إلى الكوفة أو جالسين للاستراحة في مكان يجوا يدخلون عليهم الناس يتفرجون هذين الأعداء الذين فرحوا بمقتل الحسين سلام الله عليه. يقول وصلت هاي المرأة تتكئ على عصا وجد ودخلت تتفحص أطفال الحسين عليه السلام واحدة بعد واحد من الأطفال وتنظر في الوجوه من هذه إلى هذه ثم التفتت إلى حميدة بنت مسلم حيث أنها تحمل شبه أباها مسلم بن عقيل جاءت إليها جلست ضمتها إلى صدرها قبلتها قالت لها بني حميدة إن أباك يبلغك السلام فقد عرفته وما رعوا حق الضيافة حتى قتلوا. وصارت الضجة التفتت إليها بعض النساء يقول لها أمت الله أنت جاية تتفرجين علينا أو ماذا تريدين أنك تشعلين قلوبنا بمصاب أحبتنا. قالت لي جاية وعندي شديدة قولي لها
إلا اليتيم حين ينادي بأبيه ولا يراه مجيبا. يا الله أسألك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع أرحامنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا طالب حاجة إلا وقضيت حاجته ويسرت أموره. يا كريم احفظ المؤسسين جماعتي الحاضرين، ارحم موتانا وموتاهم ومن مات على محبة محمد وآل محمد، لا سيما شهداءنا الأبرار وشهداء الإسلام والعلماء والفقهاء وخدمة الحسين. نرجو للجميع ثواب الفاتحة والصلوات.